بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم بك نستعين وبك نستدين، نستغفرك اللهم ونستهديك في كل وقت وحين. نحييكم أعزائي الطلاب بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن ذا نلتقيكم مجددا ضمن مشروعنا التعليمي في مدرستنا ومدرستكم، بيتنا وبيتكم الثاني، مدرسة المناهج الدولية. حياكم الله. لقاؤنا المتجدد بكم في درس جديد من مادة اللغة العربية عن أسرار البحار والمحيطات، سائلين المولى عز وجل أن يحقق لكم الفائدة وأن يجمعنا وإياكم بعد أن يرفع البلاء عن جميع خلقه في مدرستنا التي اشتقنا لها كثيرا. اللهم اجمعنا أجمعين، والبلاء مرفوع عن الأمة كاملة. اللهم آمين، اللهم آمين. نحن الآن في أواخر شهر رمضان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا متقبلا، ويحسن ختام الشهر لنا ولكم، ويكتب لنا فيه الأجر الذي نرجو. اللهم آمين، اللهم آمين. أما درسنا اليوم فهو درس قراءة في اللغة العربية في يوم الاثنين الواقع في 25 من رمضان عام 1441 للهجرة، 18 من أيار عام 2020 للميلاد. طلاب الصف السادس ومادة اللغة العربية، وموضوعنا صفحات من أسرار البحار والمحيطات. قبل أن نبدأ موضوعنا إليكم هذه الصورة، أمعنوا النظر فيها. اللون الأزرق يرمز للماء، واللون الأحمر يرمز للأرض اليابسة. وهنا نجد النسبة 71% وهنا 29% من سطح الكرة الأرضية، فأيهما أكثر؟ دون جدال أو نقاش، الماء أكثر بكثير جدا من اليابسة. لذلك علينا أن ندرس الماء بتأمل وتأني، ونتعمق فيه أيما تعمق، فهو سبب رئيس من أسباب الحياة، ولا حياة دون ماء. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. انظروا إلى هذه الصورة، إلى ما ترمز في نظركم؟ هذه ماذا نسميها؟ وأين موجودة؟ إنها سفينة، وأي سفينة؟ تسمى هذه السفينة الشراعية، تعتمد على الأشرعة، وهي موجودة في البحار. وهناك البحار وهناك المحيطات. أهم فرق بينهما أن البحر أصغر من المحيط، فالمحيطات كبيرة جدا، والبحار تكون صغيرة قياسا بالمحيطات. لكن لن نخوض بهذا، وسنرى ما هو موجود في درسنا.
يقول الكاتب: ما أعجب هذا الكون، وما أعظم خالقه، لقد ظن الإنسان يوما أن الأرض التي يسكنها هي مركز الكون، فإذا الأرض ذاتها كوكب متواضع يدور في فلك الشمس، ولقد أخذ الإنسان منذ فجر التاريخ يراقب ما حوله من جبال وأودية وبحار، ووجد المياه تغطي مساحات كبيرة قدرها العلم الحديث بنسبة 71% من مساحة الكرة الأرضية، كما شاهدنا النسبة قبل قليل. لقد تحدت هذه المحيطات والبحار عقل الإنسان، فاتجه إلى دراستها واستكشاف الظواهر المتعلقة بها. ومن بين الدراسات التي قام بها الباحثون دراسة حركة المد والجزر، حيث تتحرك مياه البحر بين ارتفاع وانخفاض، وتنشأ هذه الظاهرة عن انقضاض جذب القمر والشمس للمياه، ويحدث المد العالي مرتين كل شهر، الأولى عندما يكون القمر مجرد خيط فضي في السماء، والثانية حين يكون القمر بدرا. وتساعد تيارات المد والجزر على حركة الملاحة، والملاحة هي حركة السفن وقيادتها، ولكل ميناء توقيت معين لدخول السفن وخروجها منه يتفق مع نظام المد والجزر. إذ تستطيع السفن الاقتراب من الأرصفة إذ تستطيع السفن الاقتراب من الأرصفة لإجراء عمليات الشحن والتفريغ في وقت حدوث المد، ثم تسرع في الابتعاد قبل بدء الجزر حتى لا تجنح أي تميل عندما تنحسر المياه. إذن المد والجزر هو ارتفاع الماء ونقصان منسوبها، ومياه البحر تحديدا بسبب جاذبية الشمس والقمر لتلك الماء. لم يكتفي العلماء بدراسة المد والجزر، إنما اتجهوا إلى الأعماق بواسطة الغواصين الذين يلبسون بدلة الغطس، وهي مرنة ومانعة لنفاذ الماء، ومتصلة بخرطوم هواء، ولها حذاء ثقيل للثبات على القاع، ومزودة بأثقال من الرصاص تشبك بصدر الغواص وظهره لتحفظه من الطفو، ومجهزة بهاتف للتواصل مع السطح. أما الأعماق السحيقة فينزل إليها بالغواصات التي تتحمل الضغط الكبير للماء. إذن دراسة البحار والمحيطات
لم تكتب في بدراسة المد والجزر وحركة الماء، إنما خاض العلماء في داخل تلك البحار والمحيطات باستعمال البذلة. مستعملة هذه الكلمات وسنراها الآن الخاصة بذلك. وأحيانا النزول لا يتم إلا بواسطة الغواصات، وذلك في الأماكن ذات الضغط الكبير للماء. انظروا كلمة بذلة اسم جمعه بذلات وبدل، والبذلة من الثياب ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان، والجمع بذل، والبذلة ثوب يلبس خارج المنزل ويتكون عادة من قطعتين أو 3 قطع. ارتدى بذلة العمل، والبذلة بذلة الغوص أيضا، وهي كساء مقاوم للماء قد يزود بقودة منفصلة يستخدم للعمل تحت الماء. والبذل اسم، والبذل جمع بذلة، وبذلة الغوص كساء مقاوم للماء قد يزود بخوذة منفصلة يستخدم للعمل تحت الماء. نعود إلى درسنا. وكلما تعمقت أكثر انكشفت أمامك حقائق مدهشة وغرائب جمة، والجمة الكثيرة، عن مخلوقات عجيبة منها الحوت العملاق الذي يزيد طوله على 30 مترا ويزن أطنانا من الثدييات التي تتنفس تنفسا رئويا وتلد أنثاه كل 2 عامين وترضع صغيرها الحليب، ويبدو فمه كأنه كهف عميق يمتد نحو 5 أمتار. وعند ذكر الحوت لا نستطيع أن ننسى نبي الله يونس عليه السلام ذا النون صاحب الحوت، الذي تعرفون قصته، الذي زاد وزن السفينة التي كان بها فقرروا أن ينزلوا أحد الموجودين ووقعت القرعة عليه فنزل، فالتهمه حوت عملاق دون أن يصيبه بأذى بحفظ الله. وبهذه المناسبة نتذكر دعاء نبي الله يونس عليه السلام في أعماق المحيط وفي بطن الحوت. ماذا قال؟ دعاء مشهور جدا، والدعاء قد ذكره الله لنا في القرآن الكريم. قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء نبي الله يونس الذي علينا أن نردده كثيرا. نعود إلى درسنا، نعيد المقطع الرابع. وكلما تعمقت أكثر انكشفت أمامك حقائق مدهشة وغرائب جمة، عن مخلوقات عجيبة منها الحوت العملاق الذي يزيد طوله على 30 مترا ويزن أطنانا، وهو من الثدييات التي تتنفس تنفسا رئويا وتلد أنثاه كل 2 عامين وترضع صغيرها الحليب، ويبدو فمه كأنه كهف عميق يمتد نحو 5 أمتار.
إذن من أغرب المخلوقات وأكبرها على وجه الكرة الأرضية التي عرفناها إلى يومنا هذا هو الحوت سبحان الخالق عز وجل. أما أسماك القرش فتبدل أسنانها بصورة متواصلة، وقد تعرف في حياتها أكثر من 20,000 سن. انظروا هذا المخلوق الآخر الذي لا يقل غرابة عن الحوت، إنه القرش. لكثرة تبديل الأسنان قد تزيد على 20,000. ومخلوق آخر من مخلوقات البحار والمحيطات، ويستطيع الأخطبوط أن يغير لونه في ثوان ليشابه ألوان محيطه، وهكذا يتمكن من الاختفاء حيث شاء. في الماء يغير لونه الأخطبوط، وفي اليابسة ماذا نسمي المخلوق الذي يغير لونه؟ إنها الحرباء. ويستطيع الأخطبوط أن يغير لونه في ثوان ليشابه ألوان محيطه، وهكذا يتمكن من الاختفاء حيث شاء. وهناك أنواع من الأسماك تكيفت مع العيش في الأعماق، حتى إنها إذا صعدت إلى السطح بسرعة انفجرت. هذا خلق الله. والأعجب من ذلك أن لذكور أحصنة البحر جيبا في بطنها، تضع الأنثى بيوضها فيه ثم تمضي تاركة الأب ليرعاها، وعندما تفقس الصغار تخرج من جيب بطن الأب. سبحان الله. وأي مخلوق عنده جيب على اليابسة؟ إنه مخلوق الكنغر سبحان الله. وهذه كلها مخلوقات الله. هذا هو البحر، عالم السحر والجمال، ظل أزمنة طويلة محافظا على غموضه وأسراره وثرواته من المعادن والأملاح، كما بقي سخيا كريما يغدق علينا خيراته. ويغدق هنا بمعنى يعطي بكثرة، يغدق علينا خيراته المكنونة. والمكنونة الآن سنقرأها لكم من المعجم. مكنون اسم، وهو اسم مفعول من الفعل كنة، وهو المستور البعيد عن الأعين، أي مخفي. كما بقي سخيا كريما يغدق علينا خيراته المكنونة، أي المستورة أو المخفية، وكنوزه الدفينة بغير حساب. لذلك يجب علينا أن نبعد شبح التلوث عن الشواطئ، ونمنع الصيد الجائر، ونوقف الصيد. والصيد الجائر الظالم المجاوز للحد، أي فيه زيادة. زمن التكاثر، ونعالج مياه المجاري بدل أن نصرفها إلى أعماقه، ولا ندري إلى أين يتجه الإنسان في دراساته واكتشافاته. هل سيحافظ على هذه الثروة التي أنعم الله بها علينا وجعلنا أمناء عليها، أو سيسير بها نحو الدمار والزوال؟ اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا إياها بزوالها. والماء نعمة، ونسأل الله أن يحفظها لنا. اسم الكاتب
سهيب غريب. قبل أن نختم علينا أن نذكركم أن تدريبات الدرس واجب عليكم كتابتها والإجابة عنها وإرسالها إلى معلميكم. الآن سنسألكم أسئلة بسيطة متعلقة بالدرس. ما نوع الكلمات التالية؟ كلمة يوما، هذا، التي، هي. إحداهن ضمير رفع منفصل، وواحدة أخرى اسم موصول، وإحداهن أيضا اسم إشارة، وأخرى منهن ظرف مكان. فكلمة يوما هي ظرف زمان، كلمة هذا اسم إشارة، التي اسم موصول، هي ضمير رفع منفصل. هذه ليست من أسئلة الدرس ولكن تطبيق سريع يعد فيه شيئا من المراجعة. ما سبب كتابة الهمزة، همزة وصل، في كلمة اتجه وكلمة استكشاف؟ لماذا جاءت الهمزة همزة وصل؟ من يعرف السبب؟ اتجه السبب فيها أنها ماضي فعل خماسي، همزة الوصل، تكون في ماضي الفعل الخماسي همزة وصل ولا تكون همزة قطع. استكشاف هنا لماذا جاءت همزة وصل؟ لأنها مصدر فعل سداسي والفعل استكشف. إذن اتجه سبب مجيئها همزة وصل أنها ماضي فعل خماسي، واستكشاف سبب مجيئها همزة وصل أنها مصدر فعل سداسي. لماذا حذفت الياء في قول الكاتب؟ لم يكتفي، إن كنتم تذكرون. السبب لأن لم حرف جزم، ويكتفي فعل مضارع، والفعل المضارع المعتل الآخر يحذف من آخره حرف العلة إذا سبقه حرف جزم. إذن لم حرف جزم، ويكتفي فعل مضارع مجزوم، والفعل المضارع المجزوم المعتل الآخر يحذف من آخره حرف العلة إذا سبقه حرف جزم. الآن عندنا كلمات سنعرف نوعهن من حيث العدد. كلمة مساحات أو مساحات، مرتين، الغواصين، يوجد بينهن مثنى ويوجد جمع. سنحدد نوع كل واحدة منهن. فمساحات جمع مؤنث سالم منتهية بألف وتاء، ومفردها فيه تاء مربوطة، وهذه قاعدة جمع المؤنث السالم. الكلمة المنتهية بألف وتاء وفي المفرد تاء مربوطة. مرتين، إنها مثنات، ويعرف المثنى بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. الغواصين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يعرف بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. نشكر لكم حسن المتابعة و
ونتمنى ألا تنسوا الواجب. على أمل اللقاء بكم في درس جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بحفظ الله ورعايته. كما قلت لكم دعاء سيدنا يونس عليه السلام: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ودعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.